يا محمد ما ظن كيف تفوق به؟ شاشية جديدة لا شاشية جديدة وكان الناس كامل رجعونا الحليبة الناس كامل ردوا الحليب قالوا لنا راه هما الناس كلها غادي يشكي هذا هو ما كيما راه يجي سهل وشاطر بزاف بزاف وفتحنا بزاف كل ما هذا كل ما كامل كامل كاع هذه العلامة كامل ما هذا كل ما مازال في بلاد الغاز ومحتاجين مازلنا نشعلوا بالحطب في بلاد الغاز ونشعلوا بالحطب في بلاد البترول ومشتاقين والليسونس غالي طاير في النار والتريسيتي تاع فرنسا والجزائر يسلكوه ناس الصحراء سي ترو سال اوني دونز يا 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 4 جور جيت من مراكش كنت تسكن امنوا بربي غير نمشي ونبكي وعلاش كانوا يخدموا عندنا وي التوريست ها التوريست احنا التوريست كي تجيبوه وين تجي انا عرضوني 1000 بلاد رحت ل1000 بلاد بصح انا ما نقدرش نعرضهم وما مشاو بيا وانا كي نجي وين يحبوا يشوفوا القصبه وين نديهم انا عندي المسلم بالنظافه ماشي يلبس لي القندوره مدق لصاوي يجي يهضر لي على الدين انا دين اكثر منه بغيت نصدر السيارات وش السيارات عندك اللي تصدرها وش رانا كاع رانا اوني اوسي ايديو كسا كي وش تجيب سيارات تنفخ فيها العجلات وتقول اني عندي 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 تصنيع سيارات وتبغي تصدر واش تصدر؟ تصدر الهواء اللي درتو في البنوك كنت برك الله اليوم بدلت عليا الجو على بالك اني تعبان نط الصباح باسكو انا على بالك يا سي هو نط الصباح 14 الصباح اليوم اني تعبان ميت اروان فاهمك باسكو انا في انا السيستم تاعك نعرفه كيفاش داير انت سيست انت عندك واحد العفايس غير هما تريبيتيهم حافظهم اي واحد يطلع معاك جبد له الميم شوز احكي لهم قول لهم مثلا انت دوك راك تحكي على النيفو راك تحكي لي على النيفو ياك ايه النيفو تاع تاع باريكزوم النيفو الثقافي نحكوا في النيفو الثقافي دوك نطلعوا النيفو نهضروا يا خويا او ياسين او كان مهبط النيفو درك راه راح يطلع يا ياسين روح اسمع شوف فيا مليح باسكو انت على بالي باللي راك غير مدمور وعلى بالي باللي كيما قال لك خبط يا جماعه واش راه دير يا ياسين انا على الشيطان لا ما غادي ندير والو اسمعني ما دير والو هيا هضر يا ياسين لا نهبط كاين الناس تستناني خلي بالك الوقت بزاف يا ياسين اسمع لي شوف راه فاهمك حاجه راه فاهمك حاجه ديرها في راسك مليح كونك لي زوم تاع بصح ها ياسين راسي الهضره اللي تهضر فيها اسمعني راسي يوجع يا ياسين كنت تهضرها في الجزائر مين كنت وانت عليا اسمع انا مشيت لفرنسا عاد باش ولي دقيقه يا سيدي ديمقراطيه وانت عليا المره حوزتك يا صاحبي ودرت لي الوجع في الراس اخويا الناس اللي يسمعوا راه رايحين يطردقوا عطينا جمله مفيده يا سين انت شديت لي دوك غير في المرا راك بيت برا هذا ما عندك هضره هذه هضره لا حنا نضحكوا معاك والناس كامل متضامنين معاك اخويا اللايف على بالك راه كامل جاو يشوفوا ياسين هذا وش حكايته راهم يشوفوا فيك غير المغاربه باش تفهم ما الجزائريين ما راهمش هنا باسكو يعرفوك شافوك غير باش يكون باش تفهم برك باللي انت عندك لي سيكوني راك ماروكا اسمع وانت واش جاي دير لايف تاع لي ماروكا واش جاي دير عندهم اخويا انا طلعت عندك هنا باش نقول لك الله على الاخلاق والله هذا هو النيفو تاعك دانس ملاح يا خويا من بعد تخلطت الحاله يا سي مسكين الاخلاق تاعو ما شاء الله عليه هذه هي دار باللي ما تقولوش ما شاء الله هذا خليوه في هذا تضامنوا معاه مرتو رماتو في الشارع انا درك يجيوني الحالات الاجتماعيه تاع الدنيا كامل نولي اطباء نفسيين يا جدك يا 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 اصلا ما شاء الله لا ياسين ضمنوا معاه والله انا متضامن السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير صافا لاباس اختي الحمد لله تفضلي اختي حاجه برك حبيت نقولها لهذا اللي كان قبل اللي قال لك باللي تبون هذا وين حكم وهذا وين ايه أردوغان حكم تركيا في 2014 في 2016 بدا يبان الازدهار ديالها
2016 نعم 2002 2002 و2004 بدا يبان يعني بدات تبان بقوه بالاقتصاد الكبير بانت بيان العالم في 2016 هو بدا الحكم تاعو في 2014 تركيا كانت صحيتي دوك حنا لا نقعدوا نستناو السي تبو حتى ينوض ويفطن ويسقى هو ويخمم ويفطن باللي راهو رئيس وراهو حكم منصب دوله وراهو حكم منصب رئاسي راهو يمثل دوله راهو يمثل 45 مليون الا ماشي دوك بالك انا 50 مليون ويحبس لنا الترهات وتصريحات اللي كل واحد أسوأ من اللي قبله كل واحد يبين واحد المستوى يعني لويزا قالت كي خرجت من عند تبو لويزا قالت لك احنا ما نحتاجوش الاستثمارات في الجزائر احنا عندنا الدراهم شوف سيدي قولها آه ومعظم الشباب اللي راهو بطال هذاك انتي ما تحتاجيش استثمار بالك لويزا باسكو فريتا هي ولا فامي تاعها والناس بيان سور نهار داروا معها ريبورتاج بينوا بلي عندها جوست اون ابارتمون بصح كي دخلوا في الواقع لقاو عندها هي وفاميلتها الله يبارك لويزا بنت الدشرة تاعي انا وياها نفس الدشرة الله يبارك تما ديت لكم قاع الدشرة الله ينقص دوك الى رئيس 5 سنوات ما تحركش وهضر على مشروع رئاسي تاع اكبر مطار وما زلنا سبعنا عليه والو ما زلنا فهمنا والو ما على بالنا لو مكمل فيه ما على بالنا اللي تحتو محبسين واللي تحتو اللي تحت الرئيس يحكموا اكثر من الرئيس وكلمتهم تمشي اكثر من الرئيس مشروع رئاسي يحبس عباك هادي ما كش عقل ما كش الى اين المستوى هذا الى اين فطنوا شويه والله سيريوزمون ايوا قال لك نزيدوا له شويه 5 سنين باش يدير لنا نزيدوا 5 سنين انا قلت تي جي في تاع تمرسات انا السنه قلت لك نستناو حتى يفطن ويصحى ويتفكر شكون هو منين جا واش يكون كيفاش طلع رئيس كيفاش وصل للرئاسه من بعد باش يبدا يخدم هذا الا بدا يخدم كامل هكا من الاستيقاظ كل مره خليه يزيد نهار بوتفليقه خليه 5 سنين زيد 5 حتى لقينا روحنا في 20 وحياتنا راحت ايه قريب داخلين الحكم الجمهوري قريب ولينا جمهوريه خنحب يحكموا 25 سنه 5 سنين ما مش 5 سنين ما ساعدش تروح ما كاش ماشي كنتو تقولوا شعب كنتو تنوضوا وتقولوا تروحوا قاع جا اللي ما يصلحش يروح ما كاش نزيد 5 سنين واحد اخرى مشروع تاع اكبر مطار في افريقيا يحبس علاش حبس المشروع واش كاين الشباب بطال البطل لازال ماشي غير المشاريع تاع شجره الجلفه ومشي معليش اعطيني عفسه تصحت ولا تسقمت ملي جات تبون الى يومنا هذا 5 سنين غمضنا عينينا فتحنا عينينا راحوا 5 سنين واللي يهضروا نفس الحكايات هذوك ومجاني او الطب مجاني هو كي الناس كي تروح دير سكانير ويا راه احنا في ايرلندا والطب راهو مجاني والقرايه راهي مجانيه والدوله هذه ثاني راهي ما عندهاش عندها راهي تقريبا نفس الاستقلال مع الجزائر ما كاينش الجزائر ما كاينش مجاني الصحه وهذيك خطره اللي مرض بالكونسير انا عندي اختي مازالها في وسمو انا عندي اختي مازالها في الجزائر من 2020 عمليه بسيطه مازال ما داروهالاش من 2020 لي ليس داتو كيحطوك ليس داتونت لكن ما عندكش الكتف والله ما تطلع ما تفوتها وطير والله بالكتف وبالمعرفة وبالأخر ما فما بالك الإنسان هذاك اللي لا معرفة خلي عدل يحليل وبدراهم أم بلوس مش قال من بعطل بالجبرة يعطيك صحة المداخلة يعطيك صحة والله الشعب فطنوا شوية 5 سنين ما درت والو اتنحى هذه هي ما أنا بوغ مواخ هنا هم ماريكان كل 5 سنين دار ولا ما دارش 5 سنين يتنحى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عندهم هذيك 100 days 100 يوم الأولى يتحاسب فيها على بداية تاع الوعود تاعو إذا تحقق في 100 يوم 3 شهور حنا خليه يزيد عهدة كامل الأمريكان 100 يوم يشوفوا وين راهو الرئيس وين واصل حنا زيد له 5 سنين وخليه يخدم
بعد 5 سنين زيد 5 سنين وما يخدم والو، ما يخدم والو غير شجع الشعب، صديق الشعب، عمي تبون ما على بالي شنو. الشعب منحط. شوفوا مادام رئيس يسمح لوزارة التربية والتعليم انها تضرب التعليم طفل في عمره 7 سنين ولا في عمره 9 سنين يقرأ 15 مادة، ما راحش تتسقم البلاد. الا ضربوا التعليم انساو الجيل اللي راه طالع، راح يطلع لكم جيل مسقم. اي دوله تحب تتسقم وتطلع اول حاجه تبدا بها هي التعليم. واكثر حاجه النافيغافيو ضرب برك وين جات. واول حاجه في التعليم هي التخفيف، يعني نقصوا. ابن خلدون وقالها لتسهيل التعليم باش الناس تحب تتعلم وتقدر تتعلم، ماشي تعطي للطفل في عمره 9 سنين 15 ماده. احسن منظومه تعليميه في لندن بخاسك كي تروح للاسبوع تاعهم كيفاش يقراو بخاسك ما يقراوش خلاص، كلش سي دي زاكتيفيتي اكسترا سكولير ولا ما كاش. هنا انا كي كنت في الجزائر ولاد عمتي كانوا يقراو تحضيري، قريوهم ا بي سي دي وقروهم الف با. هنا تحضيري ما يقراش، يروح يلعب، يروح يتعلم، يقول صباح الخير، صباح يعني اي مين جود مورنينغ بلونغلي، مي جو فيكسبليك نحب نكسبليكي بالعربيه. انا ما تسمع يعمروا لهم لي كارطابل تاعهم بعد عمر المناهج ما يدي والو، ما يديوش اصلا كارطابل لانش بوكس، وما يديوش في الفلاكاش ويعطيو لهم الغلا. حكايه لانش بوكس هذيك راهي ولات كارثه في الجزائر. يعطيو لهم يلعبوا، يعلموهم يهضروا، يعلموهم النظام، يعلموهم يكونوا نضاف، يعلموهم يقولوا صباح الخير، مس الخير، تصبحوا بخير، شكرا. هاي اللي كلشي يعلموهم في لاكراش، يعلموهم يتعايشوا، ماشي يعلموا يديه لاكراش باش يبدا من صغره من 4 سنين وخمس سنين يبدا له ا بي سي دي والف باء. المجتمع تاعهم كيفاش تما؟ هادئ هكا، ناس كالم، ناس هنا حتى في الشجارات تاعهم، حتى في الخناقات والاخر هادئين، تلقاهم حتى في الشجار سبحان الله متربيين، يتشاجر معك، يتداوس معك بطريقة يعني منظمة وبلا باقة بالعقل. ماشي هكا تسمي، كيفاش تاني يبدلوا الفرد كل ما يجي جيل جديد يبدلوا. هنا في ايرلندا مازال كاين ناس همجيين ما انقطعوش يعني بمئة بالمئة، بصح الناس اللي طلعت جديده وقرات وفهمت توتالمون ديفيرون. والبلاد هذه عندها غير 100 سنه ماشي بزاف. كيما لي اوليغانز في اونجلتر كيفاش كانوا يعني همجيين، وكيفاش درك تروحي الانستاد درك ما كانش حتى لي باريير تسمى، كيفاش ولاو؟ اي سي لي بوي، سي السياسات العامه، سي المدرسه، سي هذه هي. يعطيك الصحه اختي باش ندور الكلمه. مرحبا بخير. اوكي اللي مولانا بيه ان شاء الله يفيقوا برك، ان شاء الله يصحوا يهديهم ربي ان شاء الله. مرحبا بك اختي في اي وقت، يعطيك الصحه ربي يهديكم. سلام جماعه، بنمشيو الكلمه برك، على بالي كاين اللي العشيه ثاني اون با بو، ما قدرناش نعطيوهم، ما قدرناش نعطيوهم الكلمه ثاني باش نمشيوها لهم ان شاء الله ونسهل، نحاولوا ما نطوروش بزاف. اوب جماعه ضربوا لنا على الشاشه برك، ما يكونش تضربوا على الشاشه كي العوايد. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير خويا. تفضل. واش راك خويا العزيز لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله. المهم معك فارس مواطن جزائري، سمعتني؟ الله اكبر. الله غليك. ابا كذاك تاع فرنسا انا خاطيني لي لايف هذو تلمو انسان كيما نقولوا حنا، الدوله هذه خلتنا مغيبين عقليا، راك شايف عايشين اورشون، شكون على بالناش كاع واش صاير في الجزائر هذه. وما واش تحس كي تشوف حبيبنا في فرنسا يقول لك راك بيان؟ هذيك اللي حبيت نقوله. شوف انا خالي ديتو للسبيطار على رجليه، قسما بالله ديتو ما به والو، خرجتو في صندوق.